قريناها من سنتين، لكن لقيت من المناسب ان احنا نقراه، لقيت من المناسب ان احنا نقراه. ليه؟ لان الظرف بتاع الحرب اللي قامت، اللي ممكن تهدد بحرب عالمية، موجودة دلوقتي وبدت النهاردة الصبح، ولا يمكن ان احنا نسكت عن، يعني ما نتكلمش عن حاجة حية جدا ومصيرية جدا للعالم، خصوصا ان البلدين معروف عنهم الأرثوذكسية، ودخلوا في الإيمان المسيحي، وكلاهما يعني يدين بإيمان حقيقي للمسيح، وبالتاريخ حي من الشهداء في العصر، في العصر ده عصر ستالين والسيادة الشيوعية الملحدة. ازاي يحصل كده؟ والاسباب اللي لما، يعني طبعا اي واحد بيدرس السياسة كويس، لان السبب كله اسباب ثانوية، ممكن التغاضي عنها بالحكمة من أحد الطرفين. الكتاب المقدس يقول لا، من تعوزه حكمة فليطلب من الله فيعطي بسخاء. فما فيش حكيم بينكم يقضي بينكم زي ما قال بولس الرسول. فالموضوع يعني مسليدنج جدا، يعني مضر خالص، ومحدش قادر يوقفه. فلا يمكن تفسير هذا إلا لما نرجع للحقيقة إن إحنا في أيام أخيرة، زي ما درسنا في سفر الرؤيا، في حرب، حرب مجدون، حرب ديت حروب الأيام الأخيرة، وعدد الجنود مليون مليون، يعني حرب عالمية. فإحنا دلوقتي في أيام أخيرة، وعلامات الأيام الأخيرة ظهر في كل الصور، كل النبوات وحقق. وسنة 1967 كنا مجتمعين مع بابا صادق، وكان بابا صادق عنده راديو قديم كده بلمبات، حاجة قديمة، كان يولعه ويقعد يتتبع أخبار الحروب سنة 67، كان بيدلي بمعلومات روحية على أخبار الحروب، على اعتبار انها حروب برضو الايام الاخيره. فقال اول ما ظهرت العرب 68، قال بقى ان دي تحمل لنا دعوه ارض مصر، مبارك شعب مصر، انه يلحق يتوب، لان الايام اخيره. هي جت ارض مصر قبل ما يجي المسيح 30 سنة قبل ما الصليب. فيلا احنا نستعد، جاينا مصر برضو عشان الحقنا احنا، عشان بقية الايمان هنا في مصر الحق، ما تبقاش بقى ايمان مظهري، لكن نلحق الناس تتوب. واعتقد دلوقتي عدى اكتر من 30 سنة، وهي تجددت حرب دلوقتي،
بوادرها كده حرب عالمية بين أوروبا وأمريكا وروسيا، ومش ممكن الصين تقف موقف سلبي. هتشوف الثقة فين عشان تنضم ليه، عشان تاخد مكسب. فالموضوع حرب عالمية على وشك. فده اللي خلاني ادور في الورق، فلقيت الخطاب اللي احنا قرناه من سنتين، بس ما كانش الموضوع واضح. الخطاب ده بيبين حاجة مهمة جدا، كلمة ليه؟ ليه ناس يرتدوا كده بالسهولة دي عن الإيمان؟ وما دام ارتد عن الإيمان يعني ارتد عن الحق، ومعروف الحق اللي هو المسيح هو محبة. يعني المحبة قبل الحق، المحبة قبل الحق. فلما العالم يضل أو يرتد يفقد المحبة لكثرة الاسم، تبرد محبة الكثيرين، فتلاقي الكثيرين والعبري والكثيرين يعني ما فيش الكل، الكثيرين يعني الكل، تبرد محبة الكل. لما تبرد محبة الكل يحصل إيه؟ يحصل إيه لما تبرد محبة الكل؟ يحصل نهاية العالم. لأن المحبة لازم تعرفها مش مجرد أنا بحبك وعواطف وخبلات بنعمل حفلات ورأس السنة، لا، ده الخبلات ده هنا الحب يعني البذل والعطاء واحتمال يعني التجارب من الطرف الآخر، والتفاهم بروح المحبة يعني تنازل عن الكرامات والكرامة. دي طبعا هي المحبة. ولما تبرز محبة الكثيرين مش هيتواجد كده، وده طبعا بيحصل في كل بيت وكل عائلة بانفصالات نتيجة الكرامة، كرامة كل واحد ذاته على مستوى الدول. طيب بالنسبة للمسيحيين هذا الكلام ده لا يسمى بيننا خالص، في محبة، محبة فيها بذل وعطاء واحتمال وصبر ولطف وطول أناة. فاللي حصل دلوقتي على مستوى العالم هو حصل في كل بيت، لأن المحبة أصبحت دلوقتي عملة صعبة. لكن بالنسبة للمؤمنين اللي عندهم المحبة حاجة تانية. الرسالة بتتكلم عن ارتباط الأيام الأخيرة بالضلال، وإزاي إحنا يعني لازم رد الفعل بتاعنا ان احنا ناس اولاد الله نثبت في المحبه زياده، ونحتمل ضعف الضعفاء، ونصبر على الاخرين، وما كانش قادرين نعمل محبه ونقدم فيهم مش قابلين، او نتأننا نحاول حسب استطاعتنا عشان المحبة تربح، تنازل عن الكبرياء عشان نمشي باتضاع المسيح. أنا بحبكم، بحبكم، بتحبنا إيه إزاي؟ بس أنا أموت لأجله، دي صورة يعني نعيشها ونبتدي نفكر فيها. هنقرأ الرسالة دلوقتي وربنا يدينا نعمة، ومعانا في الآخر هيبقى في ملخص صغير.
فأرجو إن إحنا نتابع يعني الموضوع. الكتاب مكتوب قديم يعني من أوائل الكتب اللي كتبها بابا صادق، وده واضح إنه كان منتبه قوي قبل سنة 67 للموضوع نهاية العالم. المسيح قام بالحقيقة وقد قام وصعد إلى السماوات وأرسل لنا الروح المعزي الذي به نثبت في النور. إذا نثبت في النور الروح القدس، إذا شوف الجزء اللي جاي، إذا ثبتنا في المحبة. أنا بقى بتكلم عن المحبة غير أنا كنت بتكلم دلوقتي مظهر البذل والعطاء، لا بيبتدي من الخط الرأسي. ثبتنا في المحبة اللي هي إيه؟ اللقاء مع محبة الله، هو أحبنا وبيحبنا وبذل ذاته لأجلنا وأخذ كل عرنا وكل خطايانا عشان يطهرنا بالتمام ويجددنا وينسى كل خطايانا وكل ضعفاتنا ويقوينا. هو خد كل ده في جسده ومات بيه وتألم حتى الموت بيه عشان يشيل مننا كل ضعف كل خطية ويشفينا ويحررنا بالفداء إنه يدينا ذاته ومع كل شيء. فإذا ثبتنا في المحبة، إيه بقى؟ ليست محبتنا بل محبته هو لنا الذي أحبنا إلى المنتهى، أحبنا وبذل ذاته لأجلنا. كان محبة مش الكلام يعني. بذل ذاته لأجلنا حتى كما سلك هو، النتيجة إيه؟ نسلك المحبة كما سلك هو نسلك نحن في جدة الحياة أيضا. بالدقة وبالحري يسلك فينا هو ما دام صار لنا كل شيء. هذه بقى التنازع والكرامة. ولم يبقى منا ومن ذواتنا شيء. هذه المحبة اللي العالم يعيش فيها، كل واحد فينا يعيش في حياته هو بيسلك في المسيح اللي صار لنا كل شيء، على ان احنا ما فيش شيء من ذواتنا بقى، فهو فينا محبة. ولكن ده النقطة الاعتراضية، لعل الكل وهم في غمرة النور والحياة يتمتعون بالنور والحياة إلا إذا كان النور والحياة فيهم. يعني باش كلام يعني حي بالمسيح، يعني ممكن تتعمل مؤتمرات سلام ولا سلام، ان مفيش سلام في القلب سواء في البيت او في الشعوب. فلازم المسيح هو ايه؟ احبنا وبذل ذاته لاجلنا، ناخد منه وكما سلك نسلك فيه هو فينا محبه. طيب نرجع بقى تاني، ايه احنا لسه ما وصلناش لموضوع الايام الاخيره والصعوبه. لقد قال الروح القدس، انا بقى الباراجراف الجديد، قال الروح القدس بلسان معلمنا يوحنا الحبيب، هي الساعه الاخيره وكما سمعتم انه ضد المسيح ياتي، فقد صار الان الضاد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم انها الساعه الاخيره. منا خرجوا، دي كلام يوحنا الحبيب في الرسالة، لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكي يظهروا أنهم ليس جميعهم منا. فكلمة صار الضاد للمسيح كثير، بابا صار بيعلق عليها لأن الكلام ده زي ما قلنا قبل كده، ده الكلام ده في سنة قبل من أول الميلاد، صار الضاد كثيرون للمسيح. ده قبل من أول لسه، يبقى يدخلون بعد كده الضاد دول. وبيقول لك حاجة بقى حل عشان إيه بقى النقطة اللي إحنا نستغرب، إزاي ناس بيحاربوا بعض حتى القتل والموت والتدمير، هما دول مسيحيين ومسيحيين أرثوذكس يعني لهم استقامة في الرأي، إزاي يحصل كده؟
فالإجابة صار الآن صار الضاد للمسيح كثيرون، الضاد ضد المسيح مش واحد، الضاد في القرن الأول بعدين القرون الأولى دي كانت نموذجية قرب المسيح وعمله كل مدى ومدى بقى يبقى في ضلال أكتر. ده كان كثيرون في القرن الأول. لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لا هما مش مننا، هما مش محسوبين بالكنيسة. يهوذا مش محسوب مع المسيح. يهوذا كان في القرن الأول واحد وسط 12. لما دخلنا الأيام الأخيرة اللي في الباطل أيضا ال 12 يمكن فيهم غالبيتهم يهوذا. ما استغربش بقى من حدوث الحروب ديت والمجازر وبعد كده اللي هنشوفها. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ طبعا دول الاثنين دول ينكروا المسيح، ليعرفوا المسيح، لا كذاب. هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب، ينكر عمل الآب وقوته فينا والابن. وكل من ينكر الابن ليس له الاب ايضا، ومن يعترف بالابن فله الاب ايضا. له الاب ايضا يعني ايه؟ له الرعايه والعنايه والثقه والسلام والحكمه اللي يديها الاب. يبقى له الاب ايضا يعني له فيه كل ما للحياه من تقوى ومجد. بيشرح بقى الكلام ده شرح روحي، يقول عندما يتكلم الروح القدس تختفي كل مقاييس البشر، لأن لغة الله غير لغة البشر، لذلك لغة الله لا تخضع للزمان والمكان وغيرهما من المقاييس. إزاي؟ معلمنا يوحنا يقول وهو في بدء كرازته، هي الساعة الأخيرة. طب ليه معلمنا يوحنا هي الساعة الأخيرة؟ لأنه في القرن الأول الميلادي. لا خلاص، علامتها إيه؟ قد صار الآن الضاد للمسيح كثيرون. هو صادق يتساءل، بيقول أتكون الساعة الأخيرة يا معلمنا يوحنا وهي ساعة بدء الكرازة بالخلاص للعالم؟ أيكون الآن أي قبل أن يكرز بالمخلص الضاد المسيح كثيرون؟ سؤال عاوز إجابة يكمل عشان نتعزى بعمله في أيامنا هذه. فبيجاوب يقول أليس معنى هذا ظاهرا إنه بظهور المخلص الضاد يظهر الضاد كثيرون؟ إيه البرهان؟ لأن طبيعي، لأن النور، لأنه النور والحق، وهي الساعة الأخيرة للظلمة والباطل. تفسير جميل. الضاد من الذين يحملون اسمه ومن بين الذين يدعون، لا بد أن يظهروا أنهم ليسوا منه ولا من الذين هم بالحقيقة منه وفيه، لأن النور بيكشف الظلم. يظهر بقى إيه؟ لأن في ناس واخدين اسم المسيح هيظهروا بقى على حقيقة، لأنها الساعة الأخيرة للظلم. الشيطان عارف أن خلاص خلاص المسيح هيقضي على الظلمة كمان. الظلمة إيه؟ على طول. وكيف يخرجون منا؟
ازاي خرجوا منا ولم يكونوا معنا؟ ازاي؟ بيقول ان احنا مننا، بيقول احنا واحد معاكم يا اخوان. لا، دول كذابين. وبماذا يكذبون؟ ينكرون بحياتهم وبروحهم حياة وروح المسيح فيهم. يعني خلي بالك، يعني المسيح ما احنا دعينا ان احنا نعيش فيه وهو يعيش فيه. ده المسيح، يعني احيا لا انا ولكن المسيح يحيا فيه، مش كلمة، حياة المسيح فيه. فلينكر حياة المسيح فيه حتى لو كان اسمه مسيحي. وطبعا حياة المسيح فيه واضحة طبعا من شركاته في الصلاة وحياة المسيح. يبقى بينكر كده، يبقى ايه؟ كذاب. ينكرون بحياتهم وبروحهم حياة وروح المسيح. قال يا سيدي، يقول لك بلاد رجعت المسيح، لأن في إظهارين من روح المضاد، ينكرون خلاصهم وينكرون روح المسيح مخلصهم، لإعلانهم روح الظلمة فيهم حياة، يعلنون أنهم ليسوا من الآب بل إن أباهم إبليس وإرادة أبيهم يعملون، زي ما المسيح قال، وهي مقاومة فاديهم وصلبه فيهم. لذلك عزانا الحديد بقوله: لا تتعجبوا إذا كان العالم يبغضكم، أي روح العالم في كل أبناء العالم. هنا بقى دي بالنسبة لنا، بالنسبة لحياتنا الشخصية بقى، بص تلاقي إيه؟ في ناس بتكره وانت ماشي مع ربنا، ماشي في المسيح، ويقاوموا. طب ليه؟ يعني الساعة الأخير. طب المسيحيين لكن ينكرون بحياتهم وبروحهم حياة المسيح فيه. مش غريبة خصوصا في الأيام الأخيرة بقى. لذلك عزان الحبيب بقوله: لا تتعجبوا إذا كان، ما تتعجبوش إذا كان العالم يبغضكم، أي روح العالم في كل أبناء العالم. يبقى هنا بقى ده هو الحاجة الوحيدة اللي بتقابلنا في المسيح، لا تدعو للفرح. كل شيء في حياتنا يدعو للفرح، كل شيء في حياتنا بيحوله ربنا السلام، كل خطايا، كل ضعفات بينشفى منها الغفران والدم الحي، جانوت المقدس ومذبحه ونعمته. الحاجة الوحيدة اللي تتعبنا ان اخواتنا اللي معانا اللي واخدين نفس الاسم مش عايشين بكده، مش عايشين بروح المسيح. فهو ده اللي بيضايقنا. وهذا يا ابنتي هو الضيق الذي وعد به احياء الروح، بضيقات كثيره تدخلون ملكوت السماوات. كم تتضايق روح المسيح فيه من اجل الذين تنكروا لمحبته ممن احبهم. تضايقت روحه وحزنت نفسه حتى الموت من أجلهم. أليس هو روح المسيح الذي به نحيا؟ وكما تضايق هو، نتضايق فينا حتى نضع أرواحنا بين يديه. ألعل لنا ضيقا آخر غير هذا في العالم؟ يبقى احنا دلوقتي لما نشوف حرب زي دي بين المسيحيين بالذات، مش نقول خلاص اهو الناس، لا، ده موضوع يضايقنا. ولما نشوف عائله المنقسمه مش نقول ده حاجه عاديه، ده حاجه تضايقنا. هو ده الحزن اللي بنحزنه، وده حزن المسيح اللي هو النفس فيها حزينه حتى. هذا هو الضيق الوحيد
الذي للذين يحيون به حياة القيامة. طب خلاص كده؟ لا، ولكن لهم عزاء فيما لهم من رجاء. في أنا دم المسفوك بأيدي هؤلاء المضادين يجري لتطهيرهم من كل خطيئة، حتى النسمة الأخيرة لهم. تبقى حضرتك كده لخادم ولخادمة بعد كام سنة كده وانت ماشي مع ربنا وتتقبل فكرة زي واحدة عروسة كده رايحة العرس وتجي لها فكرة غير صحيحة عن عريسها، تتقلب وتتعكن وتضيع الدنيا. فيجي لك فكرة كده ان خطاياك مش مغفورة، ان الناس اتفضحت وسط الناس والناس مش مبسوطة منك، وان تجربة دي اثارها مرة جدا على الاخرين، وان الاخرين اوصلوا منها. كل كده كلام الشيطان، لان غفرت خطايانا كل نتائج هو بيحمل وحملها على الصليب. فعلا انت اتولدت من روح معمودية وطفت وخدت سر التوبة وناولت، هؤلاء يجري تطهيرهم من كل خطية، حتى النسمة الأخيرة لهم. كل منهم نغلط من يصلح حتى النسمة الأخيرة. يعني يمكن والواحد يطلع نفسه كده يقول يا سلام الحمد لله الواحد ما ظلمش حد. أعرف ناس كده، طب ما دي خطية، ده إبراز للذات، ما ظلمتش حد إيه؟ يجي ربنا يصلح ويرجع الواحد يقول خلاص أخطأت يا أبتاه. ويطهروا بدمه، يمسحوا، ما يسيبوش غير لما يخلصوا خالص. يجري تطهيرهم من كل خطية حتى النسمة الأخيرة لهم. وهكذا نتعزى بهذا الرجاء. أبو مقار لما وصل قال له الآن وصل. السكة بيقول له ما فيش أحسن منه. شاف رهبان رؤيا دي بتاعت أبو مقار. مفيش أحسن منه، يقول له أنا أول الخطاة. وبعد كده ما روحه طلعت قال له ودوس على راسي. وهكذا نتعزى بهذا الرجاء الوحيد أنهم لا يزالون تحت الرحمة. وصوت دم المسيح، شوف هنا ده التعزية العجيبة. وصوت دم المسيح الذي يسفكونه صارخ فيهم سأكون صافحا عن أثامهم غافرا لخطاياهم. هذا الغفران الذي لا ينقطع، وهذا الصف الذي لا يتوقف. إلا حاجة غريبة أوي، إلا لمن أسلم روحه المضاد وهو في عناده حتى لحظتها الأخيرة، ولم يسلمها للتالي تائبا نائما نادما قبل لحظة لفظه آخر نسمة. أنا مش عاوز أدين، أنا رحت لواحد بيحتضر وكان ابنه راح الدير وهو قاعد يشتم فيا، وكان فاكر ان انا وديت الولد الدير ولا وديت ولا حاجه. ف قاعد يشتم فيا شتيمه جامده قوي، بس طبعا لقيت مراته وبنته بيضحكوا. بقول لهم بيضحكوا ليه؟ انت بيشتم فيا؟ قالت له لا دي صحوه، ده كان بقاله كام يوم مش بيتكلم خالص، شافك بتكلم فرحانين ان هو بيتكلم. ربنا يعينه، ما يعني علامة صحية يعني، لكن عايز أقول يعني تنو ربنا حد اللحظة الأخيرة يختل له خطاياه. ويتعهد لحد آخر لحظة
فهذا الرجاء في هذا الحب الإلهي غير المحدود يكون لنا دائما عزاء من جهة أمثال هؤلاء الذين يقاومون الرب فيهم وفي أبنائه وفي كنيسته وكهنته عليه. ابنتي حبيبتي، ليس هذا جديدا على أبيك، فأنت تعرفين أنه يعاني كثيرا في كل مكان وكل زمان. طبعا بابا صادق كان يعاني الكثير جدا، يعني احنا كنا يعني معاه ياما مضايقات كبيرة قوي. ناس تقول ازاي ده يقولوا علي بابا صادق وفي هو كاهن، وناس تانية تقول ده كلام بيتكلم كلام عن النعمة كتير، مع انه ارثوذكسي لا شك فيه، يعني سر قوة الأسرار، لا ده تبع الناس التانية اللي هم الكنيسة ما عندهمش أسرار، والكلام العميق ده ما يتفهمش يتحور. هو عايش في النعمة وفي الفرح وفي السلام، وحزين لأجل النفوذ دي. هو كان كتير قوي يعني، وناس من أهل بيته كانوا قاموا عليه واكس. فبيقول لها ليس هذا جديدا على أبيك، فأنت تعرفين أنه يعاني كثيرا في كل مكان وكل زمان، ولكن أليست هذه حياة الحبيب مع البشر؟ أليس الذين يقاومون الحبيب بحبه؟ طبعا بابا صادق اتنقل سنة 69، وأنا تقريبا أكثر من هذا السن كثير، فمرت علي أكثر من 40 سنة، و مش عاوز أقول يعني ما أكثر التجارب التي تفوق الخيال تعرضت ليها، لأن كنت لبا وصالة كان في مكان واحد. هو بيقول راح القاهرة واسكندرية، كنا قلبني في كل الجمهورية، شفت ويلات وآلام كثيرة جدا جدا، لكن شوف كلامه هو بينتظر. إنه يعني معرض، وده يعني روح المضاد دي قومه. أليس هذا ليس هذا جديدا على أبيك؟ فأنت تعرفين أنه يعاني كثيرا وفي كل مكان وكل زمان، ولكن أليست هذه حياة الحبيب مع البشر؟ أليس الذين يقاومون الحبيب وحبه؟ كيف الحلاوة بقى؟ وأليس هو لذلك دائما حاملا الصليب؟ أليس هو لذلك رسم سر الذبيحة غير الدموية التي هي ذات ذبيحته على الصليب؟ ألست تعلمين أن المذبح هو البلبسة، وأن هذا السر يحول الخبز والتمر للذبيحة نفسها بذاتها على الصليب؟ ألست تعلمين أن المذبح هو البلبسة، وأن هذا السر يحول الخبز والخمر إلى الذبيحة نفسها بذاتها على الصليب؟ هي واحدة أبدا لا تتكرر، بل هي بذاتها ذبيحة عنا على الصليب، حتى مجيء الثاني خلاصا وحياة للتالي. يا لعظم هذا الحب الإلهي الذي يفنى فيه العقل والحس والوجدان، كم لي قوة وعزاء وحياة تتجدد في الشركة في هذا السر، في هذه الذبيحة الإلهية. نلت وأنال لنفسي ولكل الذين أعطانيهم الرب العزاء والنور والحياة.
واخد بالك؟ كنا في ندوة في الخارج وأخت مباركة جدا سألت سؤال للأسقف اللي بيتكلم، وقالت له احنا في الزمن أنا مش عارفة أحس بالمشاعر، يعني أي مشاعر بالنسبة للقداس الصلاة كلها مشاعر طبيعية عادي، فين مشاعري وأحاسيسي الأولانية وشعوري وتأثري والدموع والانفعالات الروحية اللي كانت عندي؟ الإجابة إن في السر التناول، على قدر الاستعداد للتناول والقداس، على قدر التعزية. ولما الإنسان يبقى له صلواته الخاصة على قدر الاستعداد للصلاة والإنجيل والحلوة، على قدر التعزية والإحساس، على قدر الاهتمام بأن في ناس أخواتنا لينا تعبانين ونطلب أن ربنا يعينهم، فنحس من خلال الصلاة بمشاعرهم وحياتهم، على قدر ما إحنا نبتدي ننفعل ونشوف عمل الله، وعمل الله يخلينا شاعرين بأن ده يعني شيء حي، تعزية شيء حي مش عادي، لا حاجة كبيرة، حس بالمعجزة كل موقف، لأن الله لا يترك نفسه بلا شاك فينا كل لحظة، خصوصا في سر الشركة إن على المذبح بنرى المسيح نفسه جاي لنا، كم ليه قوة وعزاء وحياة تجدد في الشركة في هذا السر، في هذه الذبيحة الإلهية، نل وأنال لنفسي ولكل الذين أعطانيهم الرب العزاء والنور والحياة. غدا سأكون مستغرقا في هذا السر من أجله، يبقى في الوقت الذي تكونون فيه يا ابنتي في مواقف شديدة في التجارب، كانت هي يعني كم هو معزي ومقوي ومفرح عندما أستغرق وأفنى في القداس الإلهي، إنني لا أشعر بالنفوس التي أعرفها فقط، بل كل نفوس البشر مغمورة بهذا النور، مطهرة بهذا الدم الزكي، ما فيش فرق بين واحد كبير واحد صغير، بنت وعيل، واحد في أوروبا واحد في جنوب أفريقيا واحد في الصومال واحد في أوروبا واحد في كينيا واحد في روسيا واحد في الصين، لا أشعر بالنفوس التي أعرفها فقط، بل بكل نفوس البشر مغمورة بهذا النور مطهرة. طب ده جوزي، لا عندنا إيمان هو حيرجع بهذا الدم الزكي، مشمولة بهذا الحب الإلهي الذي يليق بأب وإله خالق ومخلص البشر. هذه القداس كل دي احنا خلي بالك ايه هو بيتكلم عن نقطة العزاء، ان هو ازاي يعني كل الكلام ده عشان يبين العزاء اللي بناخده لما بنشوف بقى غير ما هو واخد المسيح في الاسم او المظهر ونضيع حياته كأن ما فيش رجاء، لا احنا نفسها بنستغرق الرجاء ده، بنعيش فيه ونحيا فيه وشعارين بعمله ونؤمن زي ما بيعمل فينا، اي مكان اي واحد ربنا هيديله زي ما بدينا، لدرجة واحنا في الداز بنشعر ان احنا ناخد من المسيح لأجل الإيمان لحساب العالم كله. طيب في ناس بتقترب، رغم كده بقى في ناس بتقترب، ولا تسألين يا ابنتي الحبيبة
كيف يرفض هكذا إنسان الحبيب وحبه؟ لعلك فهمت الآن كيف أنها ساعة أخيرة. ممكن الكلام ده إلا في السنة الأخيرة من حب المسيح المعلن من الدرجة دي يبقى بالشكل ده. كان بابا صادر يتكلمنا عن أنبابولا، اتكلمنا قبل كده عن أنبابولا، لكن من ضمن الكلام اللي هو كان يستلم وقته يعني ما عرفش مصدره قوي، بيقول لما الأنبابولا قابل الأنبا أنطونيوس أول سؤال سأله، قال له يا أنبا أنطونيوس، طبعا أنبا أنطونيوس كان بينزل العالم ويروح اسكندرية ويجي له زوار، فبيقول له يا أنبا أنطونيوس هما الناس لحد دلوقتي بيبنوا بيوت؟ متخيل كيف يرفض هكذا إنسان الحبيب وحبه؟ لعلك فهمت الآن كيف الناس ساعة أخيرة وظهور الضاد للمسيح كثيرون. فهمت أنه ظهور الله في الجسد وخلاص كل ذي جسد البشر أظهر نورا من ظلمة، ظهر النور والحق والحياة في البشر. طب إيه الحكاية؟ ليه الضاد ده؟ كاشف الظلمة والباطل والموت فيه، لمن هم لأنفسهم ظلمة وباطل وموت. إذا يكشف لك حاجة يعني سؤال في الإنجيل دايما واحد يسأله خصوصاً في إنجيل يوحنا 5 و8، إزاي كان المسيح بيها أن المجد كله هم راضينه لأنه قال أعمى عيونهم، ربنا أعمى عيون يعني تعبير عن أن هم مش راضين، راضين خلاص، قالوا خلاص أسلموا مجازين مرفوض بالضبط. ليه؟ لأن هنا الإجابة هي هو أظهر نور من ظلمة، ظهر النور والحق والحياة في البشر كاشفة الظلمة والباطل والموت فيهم، لمن هم لأنفسهم ظلمة وباطل وموت. لذلك هي الساعة الأخيرة لما يبقى عددهم كبير بقى يبقى الساعة الأخيرة، لذلك هي الساعة الأخيرة الذي يظهر فيها أولاد النور من أولاد الظلمة، أبناء الله من أبناء إبليس، الذين هم مضادون لابن الله حتى لو كانوا من المنتمين الى الله، والذين شوف التعبير ده والآله والكتاب يعني دخل الايمان خلسا. هذا كله كان من البدء قائم وسيظل قائما حتى ياتي يوم الغضب الذي ياتي فيه اللي قرب يعني يدين كل واحد حسب عمله خيرا كان او شرا. ربنا يعيننا. ابنتي أنا مؤمن بصلاتك وصلاة كل الذين روحي مستريحة في أرواحهم في المسيح من أبنائي وبناتي وإخوتي وإخواتي وأبائي، مؤمن أنه بصلواتكم جميعا تنال روحي عزاء فوق عزاء وقوة فوق قوة لراحة روحي في الجميع. مؤمن أنه يخلص النفوس التي يريد الشيطان أن يبتلعها، فهو لهذا معنا بكل قوة حتى لا يقترب منا العدو وحتى يخلص الذين هم في فم العدو، لأنه وحده المخلص حتى التمام له المجد إلى الأبد آمين. بنفس اخر ختام بقى كده ليه خاص، لكن نحط لكل واحد فيه يعني اعتبر الكلام ده ليك بقى وليا. ابنتي الحبيبه باركك الرب بكل بركه، ما تكتبش بقى خلاص احنا خلصنا الرساله، باركك الرب بكل بركه حفظك بكل قوه وراح روحك في الحبيب الذي فداك بدمه وحبك حتى الموت من اجلك، كم اشعر بما به يحوطك بذراعيه ويلازمك بعطفه وعزائه وحبه وإرشاده، وكم نجاك وينجيك من كل الشرور التي حولك ويتكلم في فمك أمام كل مقاومين. لا تخافي يا ابنتي، فعريس نفسك غيور عليها، هو يحبها ولا يقبل أن ينظر إليها من أي عدو
بمكروه روحك مع روحي في الروح الواحد الذي به نحن جميعا وكل اخواتك واخوتك واحباء المسيح واحدا بالسلام والثبات والفرح والحق والحياه الى الابد. المسيح قام بالحقيقة قام صعد إلى السماوات وأرسل لنا الروح المعزي له المجد الدائم من الأبد الثمين 10/6/1961. احنا عرفناها سنة 62 تقريبا، لا 61 برضه عرفناها في الوقت. ربنا يبارك هذه الكلمات ويعزينا في الأيام الأيام الأخيرة دي، ومقابل ما صنعه الرب لخلاصنا عشان يظهر المزكون ونعيش احنا في فرح وقوة مؤمنين ان زي ما ربنا بيدينا يدي الكل وينعم عن الكل بالخلاص. احنا طولنا شوية عشان النهارده الخميس بقى ما فيش مع التانية. يعني معنا اخوه كثيره، احب اسمع تعليقات قبل ما نسمع الملخص بتاع الدكتور محمد. اي تعليقات نحب نسمعها من اي اخوه؟ احنا عندنا مجموعه كبيره قوي. طيب اتفضل دكتوره كاترين، الملخص المعتادين عليه ده نستفيد منه كلنا، بيركز على الموضوع. اتفضلي. بسم الاب والابن والروح القدس. ممكن يكون في حاجات ضاعت مني، ف يعني ان شاء الله ربنا هيلخص. يعني طبعا حضرتك بتتكلم عن كروب، ويعني اتمنى لا يكون ذلك حرب العالمية الثالثة عشان احنا قريبين منها قوي. الحرب بدت ولا تسكت، دي طبعا ما بين بلدين اورثوذكسيتين، اوكرانيا وروسيا، واحنا في الايام الاخيره وبتفكرنا بحرب أمرقدون اللي هي كان فيها مليون ومليون مشترك، يعني تعتبر حرب عالميه. طبعا في الوقت ده بيبقى فيه الارتداد عن الايمان، ولكن لازم نثبت في الحق هو المسيح، والمحبه هي قبل الحق. حضرتك قلت العالم يفقد المحبة لكثرة الاسم، تبغض من الكثيرين المحبة، هي دي نهاية العالم. واللي هيحتمل التجارب ويبين المحبة هو اللي هيثبت. فهو بيبدأ خطابه لبنته يقول لها المسيح قام بالحقيقة، قام وصعد على السماوات وأرسل لنا الروح الذي يثبت في النور إذا ثبتنا إحنا في المحبة. وطبعا ده هو لقاء مع محبة الله، ليست محبتنا بل محبته هو لنا، لأن مصدر المحبة هو الله الذي أحبنا وبذل ذاته لأجلنا حتى كما سلك هو نسلك نحن. ونحن في جدة الحياة ونسلك، وهو بالحري هو يسلك فينا كمان، هو مدام صار لنا كل شيء. اللي بيحب المسيح بيسلك بالمسيح اللي جواه، ولم يبقى من ذواتنا شيء. طبعا موت الذات وهلكها هي الحياة في المسيح، ولكن الكل وهم في غمرة النور يتمتعون بالنور والحياة إذا كان النور والحياة فيهم. الإنسان يتمتع باللي جواه. لقد قال الروح القدس بيوحنا هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي وصار أضدادا كثيرون. من هنا أن هي الساعة الأخيرة، منا خرجوا ولم يكونوا منا، لو كانوا منا لبقوا معنا لكي يظهروا، لكن لكي يظهروا انهم ليسوا منا. بيقول الانسان له صار الانسان الضاد، من ينكر الابن ليس له الاب ايضا. لما يتكلم الروح القدس بتختفي كل ما يعير البشر، ولأن الله غير البشر، ولا نخضع بقى للزمان والمكان، ولا نخضع لمقاييس الزمان والمكان وغيرهما من المقاييس.
يوحنا بيقول هي الساعه الاخيره قد صار الان الضد للمسيح كثيرين. طبعا الساعه الاخيره وهي بدء الكرازه, في بدء الكرازه ظهر الضد كثيرين. اليس معنى ظاهر انه يظهر المخلص يظهر, ولما بيظهر بيبقى فيه اضداد كثيرون, لان النور والحق بيبقى له اضداد, وهي الساعه الاخيره للظلمه والباطل, الظلمه تعمل ضد الباطل, ففي اضداد الذين يحملون اسمه ولهم لهم ليس منه, وكيف يخرجون منا وبماذا يعني يكذب يعني بيكذبوا بينكروا وينكروا بروحهم وبحياتهم حياة وروح المسيح فيهم. فده روح المضاد اللي بينكر خلاصه وخلاصهم ويعلنون إنهم أباهم هو إبليس وإرادة أبيهم يعملون. لا تتعجبوا إذا كان العالم يبغضكم, لأن روح العالم هي ضد روح الله. فبيقول هيكونوا دول هؤلاء الأناس هيكونوا بيقاوموا, لأن هي الساعة الأخيرة. رب المسيح عزانا وقال لا تتعجبوا إذا كان العالم يبغضكم, أي روح العالم. كل شيء في حياتنا إحنا كمسيحيين يدعو إلى الفرح, ولكن وهذا هو الضيق, إن إحنا بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. والذي ينكرون اللي هينكروا ينكروا الذين للذي أحبهم, بتكون روحهم متضيقة فيهم وبيحزنوا حتى الموت. لحظة كده. والذين تنكروا للذين أحبوا بتضيق روحهم, روحه بتضيق بتضيقت روحه وبيحزن حتى الموت لأجلهم. وكما تضيق المسيح كمان بيتضيقوا حتى يضع أرواحهم بين يديه. هو ده الضيق الوحيد اللي احنا بنكونوا فيه, هو ضيق ان احنا نشوف الناس دي بتهلك. الذين يحيون حياة القيامة ولهم رجاء ان الدم المسفوك ده هيجري لتطهيرهم من كل خطية. حتى النسمة الأخيرة هؤلاء بيجري تطهيرهم من كل خطية حتى النسمة الأخيرة. وهكذا نتعزى بالرجاء انهم لا يزالون تحت الرحمة, وصوت دم المسيح اللي بيسفكونه صارخا لهم غافرا لخطاياهم. وهو ده الغفران الذي لا ينقطع, الصفحة الذي لا ينتهي, إلا الذي أسلم روحه للمضاد ولن يسلمها للفادي نادما. الرجاء غير المحدود بيكون عزاء لأمثال هؤلاء الذين يقاومون, يعني اللي بيقاوموا دول عندهم رجاء لآخر نفس. الرب يقول كمان ولكن أليست حياة الحبيب مع البشر, والذين يقاومون الحبيب وحبه هم دول الناس اللي بيقاوموا الحبيب وحبه, وليس هو حاملا الصليب ورسم سر الذبيحة غير الدموية, وهي ذات. طبعا حضرتك في الفترة دي كتبت بسرعة قوي يعني. وهو ذات الذي يتقابل على الصليب في الجلجثة, وهذا السر يحول الخبز والخمر إلى الذبيحة اللي على الصليب. هي واحدة لا تتكرر, وهي على الصليب حية ومحية, وبتعلن مجيئه الثاني لخلاصنا. يا لعظم هذا الحب اللي هو بيكون فيه يعني بيبقى موجود فيه الحس والوجدان بيتجدد. وهذا التكرار يعني هذه الذبيحة الإلهية التي للذين أقامهم الرب للعزاء, والاستعداد بالتناول بيدينا تعزية, والصلوات الخاصة اللي هي صلاة الإنجيل والخلوة بتدينا تعزية وإحساس واهتمام بإخواتنا علشان نشاركهم ونطلب من أجلهم أن يعينهم الرب على قدر يعني يعينهم الرب, وإن احنا نشوف عمل الرب والتعزية شيء حي مش عادي,
لأن الله لا يترك نفسه بلا شاهد فينا، خصوصا سر الشركة اللي بيكون على المسبح بيكون في قوة وعزاء بتجديد هذا السر، وأمان لنفسي للذين أعطانيهم النور والعزاء والحياة. بيقول لها غدا أنا مستغرق في هذا السر من أجلك، لما هيتناول هيفكر فيها وياخدها معاه في السر، وتكونين فيه في مواقف حتى تكونين فيه في مواقف شديدة في التجارب. بيقول له هو معزي ومقوي ومفرح السر ده، ولما تشعري أنت بالنفوس التي أعرفها، بل كل النفوس التي لا حتى لا يعرفها، بتبقى مغمورة بالنور، بتبقى مطهرة بالدم الزكي، بتشهد بهذا الحب الإلهي الذي يليق لمخلص العالم. وبعدين بيقول لها الرجاء إن احنا نعيش فيه ونحيا فيه، هو ده رجائنا. ولا تسأليني كيف يرفض يعني كيف يرفض الحبيب، لعلك فهمت الآن إن هي الساعة الأخيرة وظهور أضداد المسيح كثيرون، وظهور الله في خلاصه، وهو يظهر النور من الظلمة، والنور والحق والحياة بيكشف الظلمة وبيكشف الباطل والموت. لمن هم في أنفسهم ظلمة وباطل وموت وأعمى عيونهم، ظهر النور والحق والحياة كاشفا الظلمة في الساعة الأخيرة، الذي يظهر في أولاد النور إن هم أبناء الله، وأبناء إبليس هو أبناء الظلمة. ويعرف إن الناس اللي دخل لهم الإيمان خلسة هم دول اللي كانوا من البدء في الظلمة، وهيجي هيظل وهو هيظل خادما حتى يأتي يوم الغضب ليدين الناس عن الشر وعن عن يعني يدين الناس فيه على الشر ويجازي التانيين عن الخير. بيقول لها يا ابنتي أنا مؤمن بصلاتك وصلاة كل واحد، وإحنا تتبادل روحي عزاء فوق عزاء وقوة فوق قوة لراحة الجميع، ويخلص النفوس الذين يريد الشيطان إن هو زي ما يقول الشيطان يريد أن يفترسها، ويخلص الذين هم في فك العدو. بارك الرب بركة الرب بكل بركة، وحفظك بكل قوة، وأراح روحك في الحبيب، وفداك بدمه، وحاطك بزراعيه لعزاء وعزاؤه وحبه وإرشاده، وينجيك من كل الشرور، ويتكلم في فمك مع كل مقاوميك لمجد اسمه، ولا يريد أن يصل إليك أي مكروه. ويقول لك السلام، وروحي تتمنى لك السلام والثبات والفرح والثقة والحياة إلى الأبد أمين. المسيح قام كانت 10/6/1961، والمجد لله دائما أبديا أمين. نشكر الله على هذا الملخص الجميل الرائع اللي ثبتنا فيه كل المعاني اللي تعزينا في هذه الأيام، وتثبتنا في الفرح، وتأكد إن السلام المسيحي نامي وفي كل حين وكل حال، وفاهم أسرار ملكوت السموات، وعارف إن اللي بيحصل ده شيء مش غريب، ويدعو أكتر لإن إحنا نقول له تعالى أيها الرب يسوع. طب نوقف التسجيل دلوقتي عشان في كلمتين عايز أقول.